يا رب ارحم يا رب الجميل. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين. اللهم اجعلنا مستعطفين لك شكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لك أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، للمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات رحمه الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سطرنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعطتنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله الضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سطرتنا وأعدتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعطتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، قيام الأعداء الخافيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقار وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعز والسجود، تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر قبور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تغفر إثمي، تغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي تطهرني، لأني عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعه، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب بسحقك، لأني ها أنا ذا بالآثام قبل بي وفي الخطايا لدى ابن أمي، إذ أوضعت لي غوامة حكمتك ومسكراتك، تطرح علي بدوفاء فأطلب، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عصامي المنصحك، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، روحا مستقيما جدد في عشاك، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني مهد خلاصك، فأعلم الأجنة طرقك والمنافقون إليك يجعلون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي فاغفر فمي بالتسبيح، لكنك لا تصر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر والمتواضع لا يرفضه الله، أنعم يا رب بمسرتك على صهيون، وانتبنا أسوار أورشليم، حينئذ تصر بذبائح البر قربان المفرقات، ويقربون على مذابحك العبور، هللو. شويس نينات، شويس نينات، تسبحة وصلاة الساعة الحادي عشر قلوب المبارك، نقدم المسيح ملكنا ولنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير 30 أمين داود النبي والملك الطاهر، بركاته على جميعنا أمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم، وتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد طايت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش، ماذا تعطي وماذا تزاد من اللسان الغاش،
سهل الأقوياء مرهفة مع الأمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساجد قيدار. طويلا سكنت نفسي في الغربة أو عبر السلام كنت صاحب سلام. وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلونني قاتلا. هللو رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عمي. معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظه. هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى. فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل، يعترفون لإسم الرب. هناك نصبت كراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألوا السلام لأورشليم والخصب لمحبيك. ليكن السلام في حصنك والخصب في أمرائك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام، ومن أجل بيت الرب إلهنا التمست لك الخيرات. هللو إليك رفعت عيني يا ساكن السماء. سلامهما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، ومثل عينيه أنا إلى يدي سيدتها. كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى يتراوف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أردته عن مخصبين، والهوان عن متعصبين. هللويا. قدوس سيون، قدوس سيون، قدوس قدوس قدوس. فصل الانجيل لمعلمنا ماري لوال بشير بركاته على جمعنا امين. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حماه سمعان بحمى شديده فسالوه من اجلها. فوقف فوقا منها وانطهر الحمى فتركتها، وفي الحال قامت. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بانواع امراض كثيره يقدمونهم اليه. اما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيه. وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: انت هو المسيح ابن الله. فكان يدارهم ولا يدعهم ينطقون، لانهم كانوا قد عرفوا انه هو المسيح. والمجد لله دائماً أبداً آمين. ليكن قول الله بسلام. إنه أشفقه بخريستوس من مكيوت إن بإذن ومعيضه جهد الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا القاضي؟ ثقل النهار وحر لم أحتمل لضعف بشريتي. لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادي عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام وبالأمين وفي الخطايا بددت مني. لكني أتكل على حين رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا: اللهم اغفر لي انا الخاطئ وارحمني. دور سماتريك ايوك اقيم للمرأة
أسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، فقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تخرج، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع، أخطأت يا هتاة السماء قدامك، ولست مستحقا أن أكون على كائنك، بل اجعلني أحد أجراك. كائن ولكل خطية بشوق وانتهاك ارتكب ولكل عذاب وحكم استوى فهيئي لي اسباب التوبة يا ابن سيد العذراء فإليك اتضرع بك استشفع اياك اقعد تساعديني لئلا اخزى وعند مفارقة نفسي من جسدي ابتري عندي لمؤامرة الاعداء اهزمي لابواب الجحيم اغلقي لئلا يبتلع نفسي يا عروس بلا عيب في الفتح. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا امين. كريا دايسون يا رب ارحم. كريا لايسون اسمعنا وارحمنا. Ya Rabbi, ya Rabbi.
الآن الذي في السماوات تقدس اسمك لتكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير للمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء اللهم اغفر هذا الذي صار الآن نجينا من حيل المضاد اغفر سائر كافه المنصوبه لنا هب لنا في هذه الليله المقبله سلامه بغير الم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازع ايضا بسلام وعفاف نغمض بالتسابيح والصلوات كل حين وفي كل مكان نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الاب غير المدرك ولا المختلف والروح القدس الوحي تساوي لك الان وإلى دار الدور أمين إرحمنا كما في السماء كذلك على الأرض
أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة إلى الأبد آمين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. كريستوس انيستي. عيد القيامه مختلف عن اعياد السنه كلها. عيد القيامه له فرحه خاصه. ومن اجل فرحته الخاصه الكنيسه عملت له فسحه من الايام عشان نعيد بيها. عملت لنا الاول 50 يوم نقعد نهيص فيهم. 50 يوم حد بيصوم فيهم؟ حد بيقول اعمل مطريات فيهم؟ حد يقول اتذلل فيهم باي صوره؟ مش ممكن الكنيسه تقول لك مش مسموح. امال ايه يا رب؟ يقول لك افرح. 50 يوم فرح. وبعد ال 50 يوم فرح ننسى القيامه؟ يقول لك ابدا. كل يوم حد. الاول كل شهر يوم 29 من الشهر القبطي تحتفل الكنيسه بتذكار عيد القيامه ومعاها البشاره والميلاد. تقول لك اصل مش معقول 50 يوم وننساها، لا ده كل شهر هنحتفل بالقيامه يوم 29 من الشهر القبطي. طب وكفايه كده؟ يقول لك لا 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 لا، كل اسبوع كمان كل يوم حد نفتكر القيامه. واحنا بنرتل القداس نقول لانك قمت وخلصتنا، ما نقولكش اتيت. ليه قمت؟ يقول لك لو سمحت تفتكر القيامه. طب يعني كل اسبوع كده كفايه؟ يقول لا 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 لا، الكنيسه تقول لنا اصبر شويه، من فضلك كل يوم الصبح لما تصحى الصبح تصلي صلاه ايه؟ باكر. ايه صلاه باكر دي؟ صلاه باكر دي عباره عن تذكار القيامه. فيبقى تذكار القيامه يومي واسبوعي وشهري وخمسين يوم بعد عيد القيامه. ليه يا كنيسه يعني؟ ليه ما بتعمليش كده في عيد الميلاد ولا عيد البشاره ولا الاعياد السيديه سبعه صغرى وسبعه كبرى؟ نقيتي ده بس ليه؟ تقول لأن القيامة في حياة الإنسان هي قيامة يومية، مش قيامة مرة، مش تذكار، مش حاجة تتعمل مرة وخلصت. أتاري القيامة هي حياة نقعد نعيشها كل يوم. ليست قيامة المسيح من بين الأموات، وإنما دي كانت البداية الشرار. أمال إيه بعد كده؟ تقول لك القيامة مستمرة في حياتنا. نقوم من الخطية، نقوم بالتوبة، نقوم بالطلبة واللجاجة والصلاة، نقوم بخدمتنا للآخرين، نقوم بتبشيرنا ونبقى مبشرين. كل ده قيام. قيام القعدة والنومة والرق ده ما بقتش بتاعتنا خلاص من بعد القيامة. احنا أولاد القيامة بقينا ايه؟ قيام. فالوقفه دي والقيام ده الكنيسه تقول لنا فرحانه بيكم قوي، لو سمحتوا على طول خليكم في القيام. طب احنا من ناحيتنا يا كنيسه نعمل ايه؟ ايه اللي نعمله عشان نرد على حلاوه قيامتك وعلى عملك اللي فينا وعملته لينا ده؟ نعمل ايه؟ ايه اللي نقدر نقدمه لربنا؟ احنا لا يسعنا الا ان نعمل عمل الملائكه. ايه هو عمل الملائكه؟ التسبيح، الترتيل، الترنيم. عشان كده بولس الرسول لما احنا فرحانين قوي كده يدلنا على الطريق فيقول لنا أمسرور أحد فليرتل. ياه كتر خيرك يا معلمنا بولس. مش عارفين نعمل ايه واحنا مزقططين قوي بالقيامة، نعمل ايه؟ أمسرور أحد بينكم
فليرتب. احنا جينا النهاردة عشان نقدم لربنا شكر، ولكن بالطريقة التي تليق به. شكر يعني ترتيلة، تسبيح، ترنيم، وطوبى للشعب العارف الهتاف. تطويب ربنا يقوله لنا النهارده. الخدام والخادمات اللي اشتركوا في الكورال تعبوا الفتره اللي فاتت علشان يقدموا لربنا تسبيح، ثبتهم. هم مش بيستعرضوا قدام حضراتكم، انما هم بيصلوا لكن في وجودكم علشان كلنا نفرح بالقيامة. ربنا يعوضهم جميعا على تعبهم وعلى محبتهم. اول عرض لكورال الشهيد أبانوب في كنيسة القديس أبانوب، يا رب يكون على المستوى اللي ربنا يقبله مننا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. بداية الحكاية هي عشاء، فليس غريب عنك أن تطعمني، فليس غريب عنك أن تطعمني يا ربي، فإن شبعي هو عادتك، هو غايتك. ولكن عشاء أدركت أعمق من الشبع، أدركت حبك العظيم يا يسوع، الذي حول جسدك ودمك لخلاصي، لخلاصي أنا. لا أنكر يا ربي، لا أنكر يا ربي أني خفت، أني حزنت. لا أنكر يا ربي أني خفت وحزنت، بل أيضا هربت، هربت وتركتك وحيدا تأخذ عني عقابي الذي أستحقه أنا. ولكن يا رب، بعدما شق نور قيامتك ظلمة حياتي، فهمت. نعم، فهمت أن العشاء هو مجرد بداية. ذاك العشاء كان مجرد بداية لشركة أبدية. فهمت أن ليلة العشاء السري هو ليلة فرح. فهمت أن ليلة العشاء السري هو ليلة فرح يقدم فيها العريس العشاء لعروسه. فهمت أن نفسي هي العروس، وأنك يا يسوع أروع عريس. فهمت أن نفسي هي العروس، وأنك أروع عريس. نعم، نعم يا يسوع، أنت عريسي، أنت حبيبي. نعم، أنت عريسي وحبيبي وإلهي الحي القائم من بين الأموات. Thank you.
وأنا أنظرك معلقاً متألماً. كل هذا من أجل من؟ كل هذا من أجل من؟ أكل هذا من أجلي أنا؟ ولكني الآن أدركت يا يسوع أنه لو لم يكن ألم ما كان هناك نور، لو لم يكن حزن ما كان هناك فرح، لو يا يسوع لم يكن صليبك ما كانت لي قيامة. دعني يا رب أشكرك من أعماق قلبي، دعني أشكرك وأنا ما زلت هناك، هناك عند الصليب، عند الدم.
ربي إلهي ربي وإلهي. نحن يا رب أولادك، نحن يا رب صنعة يديك، لم تخلق فينا يا رب شيئا رديئا، لم تخلق أنت فينا يا رب شيئا رديئا، لكن بحسد إبليس أخطأنا. نعم أخطأنا وفسدت طبيعتنا، فكان ضروريا يا رب أن تنصلح قلوبنا لكي تسكن أنت فيها. لذلك لم تتردد يا يسوع لحظة، ولم تتردد يا الله لحظة عن إرسال ابنك وحيدك لتنقذنا وتعيدنا إليك. أنت يا رب خلقتنا من العدم، وليس صعبا عليك أن تعيد إصلاح ما قد أفسدته فينا الخطية، ولكنك تدعون الآن أن نشترك معك في هذا الإصلاح، بأن نعد لك طريقا في قلوبنا لتملك عليها أنت إلى الأبد. لذلك يا من كنت السبب في وجودي، يا من كنت السبب في وجودي، أدعوك اليوم لتنبت على قلبي يا يسوع. أمين. I'm
نعم قام، لقد قام المسيح من الموت، بالموت داس الموت، بالصليب أعطانا النصرة، بالصليب أعطانا الغلبة، بالصليب أعطانا النصرة والغلبة. فلنفرح، فلنتهلل، فلنفرح ونتهلل ونسبح مع الملائكة وكل صفوف السمائيين، فإنه هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. اليوم قد تكون النور.
كيف لي أن أقف حزينا بعد الآن؟ كيف لي أن أحزن بعد الآن؟ كيف للحزن أن يجد طريقه إلى قلبي بعد الآن؟ لقد أعطيتني يا يسوع الحرية، لقد أشركتني معك في جسدك ودمك، منحتني الشبع الروحي والجسدي وأعدتني إلى مكانة الأولى. أحمدك أشكرك، أحمدك وأشكرك يا مخلصي، ليرنم قلبي قبل لساني ويهتف بفرح قيامتك. أعطني يا يسوع أن أعمل بكلامك عندما قلت في كتابك، عندما قلت لي أنت في كتابك لا تكن إلا فرحا، عهدتني وقلت لا تكن إلا فرحا، أنت القائل لا تكن إلا فرحا. أتمسك بهذا العهد، أتمسك بعهدك يا يسوع، يا أيها المسيح يا مخلصي، لا تكن إلا فرحا. أنت هو الفرح، أنت هو النصر، أنت هو الحياة. أعيدك ألا يخلو قلبي ولساني من الهتاف بقيامتك، وسوف أظل أقول لخريستوس أنستي، أليثوس أنستي. كيفني أن أمكث بائسا في الغبوس وشمس الرعب إلها والرب المسيح قام؟ أهدي في المسيح قام، لو
نشوف منهم حاجات كل شوية في تقدم حاجة ترضي ربنا وتبقى سميحة وبيت التسبيح لربنا تضيف في الخطأ. دلوقتي عشر على عشر دقايق كده جزء من فيلم القيامة نتمتع بيه بقيامة المسيح وعدد Glory be to God. Certainly, this was a righteous man. Joseph of Arimathea, a righteous member of the council who had not consented to this deed, obtained permission from Pontius Pilate to lay Jesus' body in a tomb before the Sabbath commenced at sundown. Very early on the Sunday morning, they came to the tomb, carrying the spices they had prepared.
Why do you seek the dead? Well, the dead is not here. Indeed, he has appeared to Simon. He didn't recognize him. Not on the road. But when he found bread, he ran with him. But he may ask, what strange he should go there. Peace be with you. Why are you troubled? Why are these doubts coming up in your minds? Look, my hands and my feet, and see that it is I myself. Feel that you will know. What a spirit has not flesh and bones, as you see I have. These are the very things I spoke to you about while I was still with you. But everything written about me in the law of Moses and the writings of the prophets and the Psalms had to come true. This is what is written. The Messiah must suffer and rise from the dead on the third day. And in his name, the message of repentance and the forgiveness of sins must be preached to all nations, beginning in Jerusalem. You are witnesses of these things. And I myself bring the promise of my Father upon you. But you must wait in the city until the power from above comes down upon you. Bless you and keep you. All power is given unto me in heaven and in earth. Go therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. In the Holy Scriptures, God declared the Messiah would come to be the Savior of the world.
The life of Jesus gives evidence that he is indeed the one the prophets spoke about. Isaiah prophesied that the virgin will conceive a child and will give birth to a son. Centuries later, the birth of Jesus was the fulfillment of that prophecy. The Holy Scriptures declared that the Holy One to be born would be called the Son of God. This means that Jesus was to be called the Son of God in a spiritual, not a physical sense. We see this in how he lived his life. He healed people from disease, forgave their sins, turned them back to God, and promised them a place in God's eternal kingdom. He offered himself as a sacrifice for sin in their place, and then rose again, conquering death. Jesus said, "No one can take my life from me. I lay it down of my own accord." The life of Jesus not only fulfilled the writings of the prophets, but also confirmed the truth of God's holy word. The prophets declared, "The word of the Lord is flawless. Your word, O Lord, is eternal." Jesus himself said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Jesus came to give us life in all its fullness. But when man disobeyed God in the Garden of Eden, he chose to go his own way, and his actions separated him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so he sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in him. Now those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, "I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him." This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins, and to make us what he wants us to be. It is not enough to intellectually agree with his claims, nor to have an emotional experience. We receive him by grace through faith, as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus the Messiah, they may speak to him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to him, silently, in your heart. Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be. As I become one of your followers. Amen. Jesus said about his followers, "My sheep recognize my voice. I know them and they follow me." In order to experience the abundant life which Jesus promised, his followers talk to God each day in prayer and read or listen to his word. They tell others about him
and meet regularly with those who love and follow him. Remember his wonderful promise. All power is given to me in heaven and in earth. Lo, I am with you always, even to the end of the world. يقولون أن توبة الإنسان ورجوعه إلى الله أعظم من فتح أعين العميان وشفاء المرضى وإخراج الشياطين، لأن توبة الإنسان ورجوعه هي قيام، والقيامة هي معجزة المعجزات. دلوقتي معدنا مع الكراد الأصعب، أولادنا الصغيرين اللي بيتحركوا على طول، ما بيستنوش، حفظهم صعب، الحاجات اللي بياخدوها كبيرة، ولكن تعب الخدام بيورينا قد إيه إن التعليم والمصابرة والصبر بيجيب نتيجة حلوة مع كرار الأطفال لعيد القيامة المجيد. تفضل. Peter, James, John, and Joseph, Paul, and Ananias.
people were happy. And they greeted him with palm leaves. And they said, Hosanna, blessed is he who comes in of the Lord, the King of Israel. Thank you.
طب اقول لكم حاجه، المجموعه دي كده مع بعض لغايه طنط هنا هنسال لهم سؤال، من اول انكل هنا لغايه ورا سؤال واحد، المجموعه دي كلها سؤال واحد. اوكي هنا شطار نبتدي من هنا السؤال الاول، اسئله سهله جدا على فكره، ايه رايكم مستعدين الجو؟ أول سؤال، مين هي أول امرأة ظهر لها المسيح بعد قيامه؟ سؤال المجموعة هنا، ها؟ مين هي أول امرأة ظهر لها المسيح بعد قيامه؟ نحيي المجموعة هنا، نعمل شوية انتباهي هنا. ثاني سؤال هنا يقول، من هو أول رسول ظهر له المسيح وفين؟ والشاهد بس يعني لو نعرف حتى مين أول رسول ظهر له المسيح وفين؟ مين أول رسول ظهر له المسيح؟ ها؟ لا مش لغة، بطرس بس كده تعرف لغة. طيب نشوف السؤال الثالث هنا. هو شاهد كورنثوس الأولى 15:5. أوكي؟ مين من الاثنى عشر عاركوا السيد المسيح؟ بس عاركوا يعني في حب لما ظهر لما ظهر له. الدليل على كده، لا أنا بقول مين اللي عاركوا؟ أنا! أنا! ها؟ بطرس، بطرس. طب قال له إيه؟ Thank you.
خدنا نقطة واحدة. اوكي السؤال اللي بعده هنا مين اللي سؤال سهل جدا مين اللي كان غايب في اللقاء بتاع ظهور المسيح انا بسالك اسمعوا السؤال كله وقال له ايه قال له ايه رد قال له لا تقول له وقال له ايه لا تؤمن صح انت كاتبه غير مؤمن بس قال له ايه ايوه اللي جاب انت برافو عليك مجموع 10 سنين طب السؤال اللي بعده هنا بيقول مين متى كلفهم بالكرازة والعماد والتعليم؟ امتى المسيح كلف بالكرازة؟ حينما يرفع الرئيس عنهم بعدين؟ لا ايوه على فكرة هي متى دي بتتقال في امتى والشاهد دي عايزين شواهد عايزين نبتدي نحفظ شواهد دكتور الشاهد عند حضرتك طب من فضلك تقولي هو طب هو الآية بتقول اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعلموهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به متى 28 19 20 متى 28 ده يبقى فاضل كام اصحاح على انجيل متى ها أربعة برافو مين تاني فاهم متى 28 يبقى اخر اصحاح متى هم 28 اصحاح ابو مرقس كام اصحاح 16 ولوقا 24 برافو ويوحنا 22 لا 22 طيب هو كلفهم قبل الصعود في اواخر الاربعين ده الوقت بس هي الايه دي اوكي برافو هنا السؤال اللي بعده امتى لا من الذي بشرك الرسل بالقيامة ومن أعطفهم بالبشارة؟ سهلين مريم المجدلية إيه الموقف كان من بشارة مريم المجدلية؟ سؤال هنا طيب هم خلاص بقوا يخرجوا الميه بتاعتهم بس هم لسه خسرانين بوقت عايزين حد يفصل هنا عشان يتعامل معاهم طب انا هسه هنا سؤال صعب شويه عشان هم بيقولوا بس السؤال سهل بالنسبه لي اوكي امتى بتتعمل دوره القيامه في القداس ها قبل ايه ها هي بعد الابراسيس بس خلاص اوكي السؤال اللي هنا امتى بتتعمل دورة القيامة في القداس لغاية امتى لغايه ايه عيد الصعود لغايه الناس اللي ورا دول معانا
الناس اللي ورا دول معانا. اخر سؤال هنا هو سؤال سهل. اوكي، هل بنقرا السمسار في الخمسين؟ نسمع بقية السؤال. بقية السؤال ايه؟ الكنيسة مشغولة بالمسيح بس بنقرا ولا لا؟ لا. ليه؟ مشغولين بأفراح القيامة وايه؟ مشغولين بالمسيح. خلاص كده، خلاص الإجابة دي هتعوضهم الإجابة اللي هم خسروها يعني. ده كان سؤال صعب كده. يبقى كله مضروب خلاص؟ طيب، كل سنة وانتم طيبين. خريستوس أنستي، كرايست ريزن، بي خريستوس الطرف، بي خريستوس الطرف، خير خير أومث مي أفطرف، خير أومث مي أفطرف. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيد عليكم الأيام بخير. حفل على قدنا كده صغنطوطه ونصلي، وكل واحد ياخد هديه شوكولاته عشان نفك الضيق اللي انا شايفه في عيونه كده. امين اريدو يا دوب سابت ريك ايو كي ماتي كاي كي سوسيون اصونيون اهي اوشي بولت مول مونجي هوبن شايف ايسوس مير Be a custom favor, genius, more, and be a whole mass of so be a poor of all my God, give me a song. Give me a look, it's all I need, it's more, 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 it's أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلام وقرر لنا سلام واغفر لنا خطايانا، القوة والمجد والبركة والعزة من الآن والأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين لك بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن معكم وفيكم. انتم بسلام، سلام الرب يكون معكم. نطفي ده الأول وأقول لكم تدريب عشان